بتحكيش بالسبعينات الله والعليم بلشوا قلبوا فينا قال لازم تدفعوا أجار ومش عارف بيت سعيد حداد عراقية أصحاب الدار بيدعوا إنهم هم أصحاب الدار هاي يعني المحامي تبعهم كان يجي ياخذ الأجار ويروح كل شهرين يجي ياخذ الأجار ويروح هلا خمس سنين هلا حاليا خمس سنين ما أجابني مرة نتفاجأ عاملين لنا محكمة بدهم يخلونا من البيت أصحاب الدار